في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن موبايل شاومي 13 تي برو اللي اعلنت عنه شركة شاومي بشكل رسمي، بس النهاردة نتكلم عن النسخة الاصغر منه بحاجات بسيطة ولكن بفرق سعر كبير، وهي نسخة شاومي 13 تي لكن من غير برو. فعايزك تركز معايا عشان تعرف كل التفاصيل من ناحية المواصفات والسعر والمميزات والعيوب كمان. اول حاجة نبدأ بيها هي الهيكل. طول الموبايل دوت 162 ملي وبعرض 75 ملي وبسمك 8.5 ملي والوزن عامل 193 جرام، والظهر بتاعه مصنوع من مادتين او يعني حسب النسخة، نسخة مصنوعة من الازاز ونسخة مصنوعة من البوليمر ومع فريم من الالومنيوم، وبدعم تركيب شريحتين اتصال او شريحة واحدة برضو على حسب النسخة، مع دعم شبكات الـ 5G. وبالنسبة لصوته الخارجي فبيجي استريو بقوة 24 بت واستغنى عن مدخل 3.5 وبيجي معمارية IP68، يعني هيقدر يقعد تحت المية العمق متر ونص لمدة نص ساعة. اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع اموليد بمساحة 6.6 بوصة مع نسبة استحواذ بتوصل ل 87% وبدقة 1220x2712 بكسل وبأبعاد 20-9 ومع كثافة بكسلات 446 بكسل كل بوصة، وبتيجي بقوة إضاءة بتوصل ل 2600 شمعة تحت الشمس، يعني شاشة واضحة جدا تحت الشمس. وبتدعم كمان 68 مليار لون مع تقنية الـ HDR10 بلس، يعني دقة ألوان ممتازة، وكمان خاصية الدوبي فيجن ومع تردد عالي واللي هو 144 هرتز، وبيجي عليها طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس 5. وبالنسبة للرام والذاكرة فالموبايل دوت بيجي بنسختين واللي هو 256 جيجا مع 8 جيجا رام و256 جيجا مع 12 جيجا رام من نوع UFS 3.1، ومش بيدعم تركيب ميموري كارد. اما بقى بالنسبة للسوفت وير والمعالج فالموبايل دوت بيجي بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة MIUI 14 مع معالج ميتاتيك ديمنسيتي 8200 الترا بمعمارية 4 نانو وبتردد 3.1 جيجا هرتز مع معالج رسومي مالي G610. وبالنسبة ليعني اداء المعالج دوت فده برضو معالج جبار، هو اقل من النسخة البرو اللي هو ديمنسيتي 9200 بلس، لكن يعتبر بيديك اداء جبار جدا. ولو انت يعني مش دقيق قوي ممكن ما تحسش بالفرق بينهم، وهقولك ليه دلوقتي. اولا يعني معمارية التصنيع بتاعته تعتبر نفس المعمارية اللي هي الاربع نانو، وبرضو قوة الانوية عالية جدا واللي هي 3.1 جيجا هرتز، اقل يعني بحاجات بسيطة من المعالج التاني الموجود في النسخة البرو اللي هو بيجي ب 3.3 جيجا هرتز، فالفرق يعني مش كبير. فيعني كفرق الاداء ممكن انت اساسا ما تلاحظهوش، المعالجين جبارين. اما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية، الاولى بدقة 50 جيجا بكسل فتحة عدسة F1.9 وبتدعم التثبيت البصري الـ OIS، والكاميرا التانية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.9 وديت كاميرا تولوفوتو 2X Optical Zoom وبتدعم التثبيت البصري الـ OIS، والكاميرا التالتة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2 وديت كاميرا Ultra Wide، وبيجي معهم فلاش LED وبدعمه تقنية البانوراما والـ HDR، ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبدقة Full HD بسرعة 120 فريم. اما بقى بالنسبة للكاميرا الامامية فبتيجي بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2 وبتدعم تقنية الـ HDR، وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم. وطبعا الكاميرات دي تحب اقولك ان ادائها كويس جدا، في بعض الناس جربوها وبنزلوا فيديوهات عنها، كاميرات ادائها جبار، تعتبر من افضل الكاميرات الموجودة في الفئة السعرية بتاعته. اما بقى بالنسبة لباقي التقنيات وبدعم الواي فاي من اصدار السادس وبلوتوث من اصدار 5.4 ومعهم كمان جي بي اس وتقنية NFC والاي ار لكن مفهوش راديو. اما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 5000 ملي امبير ومع سرعة شحن 67 واط مع شحن من نوع Type-C2 وبدعم كمان خاصية الاوتو جي، وانا عايز اقول لك هتقدر تشحن البطارية من 0% في حوالي 40 دقيقة بس. اما بقى بالنسبة للالوان فالموبايل بيجي بثلاث الوان، الازرق والاخضر والاسود. وبالنسبة لسعر الموبايل فالموبايل دوت اتعلن عنه بسعر 690 دولار، يعني حوالي 21400 جنيه مصري، وده بالسعر الرسمي ومن غير جمارك ولا ضرائب، وعمل حوالي بالسعودي 2588 ريال سعودي. وطبعا باقي الاسعار بباقي عملات الدول العربية التانية تلفظ في الفيديو، بس في النهاية يعني ما تنساش تعمل كومنت على الفيديو سواء بالإيجاب او بالسلب، يعني رأيك في الموبايل بصراحة، وفي نفس الوقت اوعى تنسى تعمل لايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم.